لي قدامي دوري. السلام عليكم الأصدقاء الكرام، مرحبا بكم. هذه بوادي ميريلاند البادية والفلاحة والأراضي الشاسعة مع الأميش، وهم نصارى مسيحيين لازالوا متشبثين ببعض بقايا الإنجيل، حيث يعيشون منعزلين نوعا ما عن التمدن والحضارة الزائفة، ويفضلون العيش الكريم الهني مع أبنائهم بعيدا عن الزخرف والزجاج وما إلى ذلك. فاستمتعوا معنا بهذه المناظر الخلابة وبدون تعليق وبدون قطع كلام، فالمشهد يشهد على الجماليات المتجليات. وعيدكم مبارك سعيد.
السلام عليكم.